السلام عليكم يا دكتورز، أنا مريم ياسر، وإن this video هنتكلم عن الـ PBL بتاع الـ burns وكل الـ aspects اللي related للـ repair، الـ definition والـ types، الـ responses بتاع الـ different cells بعد الـ injury، الـ factors اللي بتأثر على cellular proliferation و repair، الـ steps بتاع scar tissue formation، والـ abnormalities اللي ممكن تحصل مع tissue repair. أول objective عندنا هو repair والresponses بتاع different cells. مبدئياً لازم نبقى عارفين يعني إيه repair. Repair هو replacement of damaged tissue، يعني تبديل التشو اللي باظ بسبب injury، زي in this case هيبقى ال burn، بواحد تاني functioning، وده بيعتمد على حاجتين. لازم نكون عارفين قبليها انه اي organ او اي gland بتبقى معمولة من parenchyma اللي هي ال main functioning cells اللي هي specific لل organ او لل gland دي، وبيبقى حواليها connective tissue infrastructure أو framework أو stroma اللي بتساعد على السبلاي بتاعها بnutrition مثلا أو innervation، يعني أو even structure. فعلشان repair يحصل، علشان يبقى فيه replacement of this damaged tissue، لازم الconnective tissue infrastructure اللي حوالين البارينكيما ده يكون relatively intact، يعني ممكن يكون فيه damage شوية بس يكون still شوية intact، والبارينكيمال سيلز كمان يكون عندها الكاباسيتي تو ريجينريت او ان هي تو بروليفريت او تطلع نيو سيلز. وبعدين هنيجي على التايبس اوف ريبير. اول تايب هو ريزولوشن، وده احسن تايب اوف ريبير، ده اللي بيحصل لما يكون في فيري مينيمال سيل دامج، يعني الانجري ما كانتش سيفير، فسمبلي كل حاجه بترجع للنورمال، نفس السيلز بترجع تاني للنورمال ستراكشر اند فانكشن بتاعتها، وكل حاجه بترجع للاوريجينال ستيت. الانفلاماتوري اكسودايت اللي طلع وقت الانفلاميشن بيبقى تاني ابزوربد، وده عندنا زي اكزامبل مع السيريس انفلاميشن. طيب نفتكر بس ايه هو الانفلاماتوري اكسودايت؟ هو الاكوميوليشن او لارج نمبرز اللي بتطلع من البلود ستريم او من السيركيليشن، بتبقى لارج نمبرز اوف ايه، نيوتروفيلز، يوزينوفيلز، ليمفوسايتس، مونوسايتس، بلازما سيلز، سيروم وفايبرين. واكوردنج للليفلز بتاعه السيروم والفايبرين ممكن نقسم الانفلاماتوري اكسودايت لسيروس فايبرس او سيروفايبرس. سيروس لما يكون البلازما هاي، ولما تكون الفايبرين ليفلز هي الهاي بيبقى اسمه فايبرس، ولما يكون الاثنين بوث البلازما والفايبرين ليفلز عاليين بنسميه سيروفايبرس انفلاماتوري اكسيديت. فعندنا الاكزامبل هنا كان في سيروس انفلاميشن، كله بيبقى ابزوربد وكل حاجه بترجع للنورمال. تاني تايب اوف ريبير هو ريجينريشن، وده اللي بيحصل لما يكون في تيشو دامج ادى انه سم اوف ذا سيلز ماتت، بس التيشو اللي حصل فيه انجري بيبقى نوع قادر ان هو يديفايد. فايه اللي بيحصل ساعتها؟ regeneration بيحصل by proliferation of residual uninjured cells that survive injury and retain the capacity to proliferate. يعني ايه؟ يعني التشو اللي حوالين السايت اللي هو بتاع الانجري بيبدأ هو نفسه ينقسم ويعني يproliferate طالما هو عنده الability ان هو يdivide، بس فعشان بيقعد بقى يمولتبلاي كتير عشان يبدل السيلز اللي راحت، زي اللي بيحصل مثلا في السكن، في الانتستين، او في البارينكيما بتاعه اورجنز زي الليفر. تاني طريقه ممكن تحصل فيها ريجينريشن هو انه الستام سيلز اللي موجوده في الاورجن نفسها، زي مثلا اللي موجوده في حتت كتيره في الجاسترينتستينال تراكت، ممكن هي نفسها تبدا تبروليفريت ذن تدفرنشييت علشان تطلع تشو جديد ماتيور عشان يقدر يبدل الدامج تشو اللي كان موجود. However, mammals أو humans in this case إحنا ما عندناش الكاباسيتي إنه نبدل كل الدامج تشو أو الأورجنز لو كانت الدامج سيفير جدا، علشان كده stem cells بنقول ليها limited capacity to regenerate. يعني أكيد مش الأورجن، مش لو أورجن بقى دامج هنطلع أورجن جديد، هيبقى فيه limited capacity، محدودة الكابابيليتي بتاعتها to divide بتبقى محدودة جدا. وكمان مش كل الكومبوننتس بتاعة التشو بيبقى عندها الابيليتي ان هي restore themselves او تطلع cells نفس التايب بتاعها تاني. وده بيودينا للثيرد تايب اوف ريبير اللي هو repair by organization or fibrosis. ده التايب اللي بيحصل في حالتين، يا اما علشان الانجرد تشو نفسه ما عندوش الابيليتي ان هو يديفايد او يبروليفريت زي بالظبط السيلز بتاعه المايوكارديوم مثلا فولوينج انفاركشن، او النيرفس تشو ساعتها بنسمي الهيلينج بليوزس بدل فايبروزس، او لو مثلا التشو انجري كانت very severe ادت لدامج للسبورتنج ستراكشرز اللي احنا قلنا عليها لازم تكون relatively intact.
فساعتها إيه اللي بيحصل؟ repair بيحصل by the deposition of connective tissue أو fibrous tissue أو اللي هو collagen fibers في the extracellular matrix أو في the surrounding. بدل ما السيلز بتبدأ تطلع سيلز جديدة، لا هي مش قادرة تطلع سيلز جديدة، فبتقعد تطلع fibrous tissue أو collagen عشان يبدل مكان السيلز اللي طاعت، فبيعمل scar tissue. طبعا scar tissue ده مش normal، فبيساعد بس على structural stability، يعني بيساعد على maintaining المكان او الstructure الطبيعي بتاع التشو، بس ممكن وممكن لا ما يكونش قادر يperform النورمال function، في الغالب ما بيرجعش للنورمال function. فالterm fibrosis نفسه معناه extensive deposition، يعني excess production of collagen ممكن تحصل في lungs, liver أو kidney أو other organs مثلا بعد chronic inflammation زي ما قلنا الميوكارديوم بعد أي infarction. إنما الterm organization بيتسمى على fibrosis برضو، يعني extensive deposition of collagen، بس اللي بتحصل مع inflammatory exudate اللي كنا تكلمنا عنه، زي مثلا في organizing pneumonia اللي ممكن تحصل في lung. يبقى both regeneration و organization فيهم proliferation ل various cells. ال regeneration كان فيه ال proliferation بتاعة ال cells اللي already موجودة عشان تطلع cells شبهها، وال organization بيبقى فيه proliferation of fibroblasts مثلا علشان تطلع ال collagen bundles اللي بتطلع برا أو ال fibrous tissue اللي بيطلع. فالاثنين فيهم close interaction بين ال cells وبين ال extracellular matrix. Then هنيجي للresponse بتاع different cell types بعد الانجري. أول ما بتحصل انجري السيلز ممكن تتقسم ل 3 different types according to their response. أول نوع هو labile cells، ودي السيلز اللي دايما dividing، فطبعا بما انه هي دايما dividing يبقى أول ما هيحصل لها انجري هتقدر تهيل by the second type اللي هو regeneration، هتطلع سيلز شبهها زي السيلز الموجودة في الابيدرمس في الجاسترونتستينال ميكوزا زي ما قلنا في الانتستين، السيرفس بتاعة الجينيتيورينري تراكت، والبلود سيلز الموجودة في البون مارو. تاني تايب هو stable cells، ودي السيلز اللي عندها الابيليتي ان هي تديفايد بس لازم تبقى stimulated first، فيعني هي مش دايما dividing زي labile cells، بس كل مثلا فترة بتبدأ تديفايد، يعني اول ما تبقى activated بتكمل السيل سايكل وتبدأ تديفايد. فطبعا طالما هي عندها الابيليتي تو ديفايد يبقى هي عندها الابيليتي تو هيل باي ريجينريشن لو حصل لها انجري، زي مثلا الهيباتوسايتس اللي في الليفر، الرينال تيوبولار سيلز، البارينكيمال سيلز بتاعه ماني جلاندز، وبرده نيوميرس ميزينكايمال سيلز. ميزينكايمال سيلز اللي هي السيلز اللي طالعه من الميزينكايم، وده تايب اوف كونكتيف تيشو موجود ديورينج امبريونيك ديفلوبمنت يعني، وبيبقى طالع من الميزوديرم، زي مثلا السموث ماسل سيلز، الكارتليج، الكونكتيف تيشو، الاندوثيليوم بتاع البلود فيسلز، والاوستيوبلاست اللي هي بتاعه البون. ثالث تايب هو بيرمننت سيلز، ودول السيلز اللي مش بتقدر تديفايد اصلا، فبالتالي مستحيل تقدر تعمل ريجينريشن، فما قدامهاش حل تاني غير انه هي تهيل باي سكار تيشو فورميشن او فايبروزس او زي ما قلنا اورجانيزيشن. ودول two types، يا إما الميوكارديال cells فساعتها هنسمي الريبير fibrosis، أو هتبقى النيورنز وساعتها هنسمي الريبير by fibrosis gliosis. خلاص بيبقى وقتها في irreversible injury والcells اللي راحت مش بترجع، instead بتبقى replaced by scar tissue. Then تاني objective هنتكلم عن الفاكتورز اللي بتأثر على cellular multiplication أو proliferation. The regeneration of injured cells or tissue بيعتمد على حاجتين: cell proliferation والdevelopment of mature cells from stem cells. أول حاجة cell proliferation، وده بيبقى derived أو بيبقى initiated by growth factors، وبرضو بيعتمد على الintegrity أو سلامة الextracellular matrix. Cell proliferation بيبقى driven by A. أول حاجة السيجنلز اللي طالعة من الgrowth factors أو من الextracellular matrix. طيب نفتكر إيه هي الgrowth factors؟ هي biologically active molecules زي مثلا proteins بتactivate signaling pathways اللي بتنتهي بinducing changes، يعني بتعمل تغييرات في الجين expression بتساعد على movement of the cell through the cell cycle اللي بتنتهي طبعا بالproduction of new cells. وبرده كمان الgrowth factors دي اللي بتطلع من cells يعني جنب ال site of damage بتساعد على الـ synthesis of molecules و organelles اللي بتبقى السيل محتاجاها علشان cell division. أغلب الـ growth factors بتبقى طالعة من الـ activated macrophages اللي موجودة at the site of injury، بس برضو ممكن تطلع من epithelial cells أو stromal cells.
تاني حاجة بتأثر على cell proliferation هي integrins، ودول adhesion proteins بيساعدوا على الattachment بتاعة ال extracellular matrix proteins مع ال cytoskeleton بتاع ال cell. فدول نفسهم ال adhesion proteins and integrins نفسها ممكن تطلع signals برضو بتstimulate cell proliferation. كمان regeneration ممكن يدبند على ال formation of new functioning cells من ال stem cells. في ال adults أهم stem cells هي ال tissue stem cells، ودي بتبقى موجودة في niche أو زي مكان special ليها جوه ال tissue وبتبقى inactive. Once ال injury حصلت، ال signals اللي بتطلع بقى في ال niche ده بتاعها بتactivate ال quiescent أو ال inactive stem cells إن هي تبدأ proliferation، تقعد تنقسم كتير وبعدين بتdifferentiate علشان تطلع المature cells اللي كانت specific للتشو ده واللي بيبدل الانجرد تشو اللي كان موجود وراح. يبقى cell proliferation بتبقى controlled mainly by the cell cycle اللي بتبقى stimulated by growth factors وفيها interaction بين ال cells وال extracellular matrix اللي حواليها زي ما قلنا في ال integrins. Then نيجي بقى للإجزامبلز بتاعة الgrowth factors، وأول واحد هو platelet derived growth factor، وده الgrowth factor اللي بيبقى produced من platelets و several other cells زي الactivated macrophage, smooth muscle cells وendothelial cells. المين function بتاعة الplatelet derived growth factor هو إنه بي stimulate chemotaxis، يعني بي bring to the site of damage المونوسايتس monocytes, fibroblasts, smooth muscle cells، وكمان بيساعد على proliferation of fibroblasts و smooth muscle cells، يعني بالتالي بيساعد على ال synthesis of collagen طالما بيساعد ان هو يجيب ال fibroblasts و smooth muscle cells وكمان يكتروا في ال number، يبقى كده اكيد هيبقى في deposition of collagen كتير. وكمان بيبقى ليه effect على ال cell shape through the organization of actin filaments. أول ما ال platelet derived growth factor بيبقى released it goes and binds to a specific cell surface receptor. ال cell surface receptor ده بيبقى tyrosine kinase receptor، هو generally أي growth factor بيبقى receptors بتوعه transmembrane proteins، يعني once a ligand binds to them بيحصل conformational changes وبيبقى فيه تغييرات جوه ال cell. فنفس الحكاية بتحصل مع ال platelet derived growth factor، it goes and binds to its specific cell receptor وده بيعمل conformational changes، وال conformational changes دي بتروح تactivate ال tyrosine kinase in their intracellular domains وبرضو stimulating بقى كل ال functions اللي قلنا عليها. تاني growth factor هو الابيدرمال growth factor، وده بيستيميوليت ال proliferation او ال growth بتاع endothelial cells, fibroblasts و epithelial cells. تالت واحد هو ال fibroblast growth factor، وده heparin binding polypeptide بيروح يبايند ويactivate ال fibroblast طبعا stimulating healing و collagen synthesis و deposition. Number 4 هم الـ transforming growth factors، ودول اللي بيبقوا produced من كل الـ white blood cells to induce proliferation، يعني oncogenic، ممكن نقول oncogenic transformation أو synthesis of new cells، وليهم 2 types في tumor growth، في transforming growth factor alpha و transforming growth factor beta. Transforming growth factor alpha ده اللي بيبقى produced من macrophages و brain cells و keratinocytes to stimulate الـ growth بتاع endothelial cells و fibroblasts و epithelial cells، يعني ليه نفس الـ function بتاعة الـ epidermal growth factor. وفي transforming growth factor beta وده ليه 3 subtypes وبيبقى ليه roles كتير، بيساعد على ال tissue regeneration وال differentiation بعد during embryonic development، وكمان ليه function في ال immune system regulation. آخر type بقى هو macrophage derived growth factors زي interleukin 1 و tumor necrosis factor. دول الفاكتورز اللي بتبقى released من macrophages علشان to stimulate the proliferation بتاع fibroblasts, smooth muscle cells و endothelial cells وكمان angiogenesis و synthesis بتاعة extracellular matrix، علشان كده بنقول انه it helps in healing. Then هنيجي على تالت objective اللي هو ال repair by organization or fibrosis، يعني steps of scar tissue formation. لو ال tissue مش قادر يهيل completely by regeneration alone ممكن يبقى فيه 2 options. أول حاجة ممكن يبقى فيه replacement of injured cells completely by connective tissue أو اللي هو formation of scar tissue، أو ممكن يبقى فيه combination بين، يعني mix بين ال regeneration بتاع شوية من السيلز اللي بقية مع scar tissue formation لو ال tissue اللي حصل فيه injury قادر ان هو يدفايد.
يبقى scarring may happen في حالتين، يا إما التشو إنجري كانت severe أو في chronic inflammation أدت إلى damage للparenchymal cells والepithelial cells وكمان ال connective tissue framework أو الinfrastructure اللي قلنا عليه لازم يكون relatively intact، أو لو في damage لل non-dividing permanent cells. طيب إيه هي ال steps of scar formation؟ إزاي بتحصل ال scar أساساً؟ أول حاجة أول step بتبقى hemostasis، ودي ال step اللي بتبدأ بعد ما تحصل injury يدوب بكم دقيقة. اللي بيحصل إنه ال blood اللي موجود في ال vessels اللي اتقطعت حوالين ال injury بيبدأ يتجمع ويكواجيليت أو يتجلط يعمل clot، وال clot دي بتبقى فيها fibrin اللي هو البروتين الموجود في ال في ال circulation. فالفايبرين ده بيساعد انه يلم الادجز بتاعت الوند على بعض، وبعدين الكلوت دي بتبقى بتنشف بعد وقت وبتعمل سكاب، ودي اللي بتمنع بتمنع اي انفكشن، بتمنع اي باثوجين من انه يدخل للوند. او ممكن نقول انه الهيموستاتيك بلوج او ده اللي بيملى الفراغ بقى اللي مكان الدامج تيشو اول حاجه، ده بيبقى فيه بليتلتس من طالع برضو من السيركيليشن، ده بيساعد انه البليدنج يوقف، وكمان بيأكت as a scaffold. يعني ايه scaffold؟ يعني زي base او framework اللي عليه هتيجي الinfiltrating inflammatory cells، وده يودينا لتاني step اللي هي inflammation. والstep دي ممكن تبدأ acute وبعدين تقلب chronic لو فضلت الوقت طويل. بيبقى فيها ال breakdown products بتاعت complement activation، ال polypeptide growth factors، ال chemokines اللي طلعة من ال activated او ال disintegrated platelets، و other mediators اللي بتبقى طلعة من ال sites of injury. كل دول بي act as chemotactic agents، يعني بتساعد على ال recruitment او ان هي تجيب neutrophils او monocytes، neutrophils و monocytes او macrophages by diapedesis لل sites of injury لمدة 6-48 ساعة. الماكروفاجز دي اللي بتيجي بتلعب دور مهم جدا في البروسيس اوف ريبير، لان ليها كذا فانكشن. اول حاجه بتشيل كل الميكروبز او نيكروتيك تيشو دابري اللي هي مكان السيلز اللي ماتت من الووند سايت، وكمان بتبروموت انفلاميشن ان ا بوزيتيف فيدباك لوب. يعني ايه؟ يعني بتطلع كيموكاينز بتساعد على الريكروتمنت اوف more macrophages and neutrophils and other inflammatory cells لل sites of damage، يعني promoting inflammation. ولو نفتكر قلنا انه كمان الماكروفاجز بتطلع growth factors، والgrowth factors دي بتstimulate the proliferation of many cell types اللي بتودينا لل next stage of repair اللي هي هتبقى granulation tissue formation او proliferation. typically كل الevents دي بتاخد about 2-3 days، يومين ثلاثة، وبتنتهي او بنقدر نقول عليها خلاص الانفلاميشن بيريزولف لما الايجنتس اللي عامله الانجري اللي سببت الانجري بتبقى ريموفد، وخلاص النيكروتيك سيلز اللي ماتت بتبقى اتشالت باي ماكروفاج. تالت ستيب هي جرانيوليشن تيشو فورميشن او بروليفيريشن. مبدئيا هو يعني اساسا جرانيوليشن تيشو هو هايلي فاسكولار نيولي فورمد كونكتيف تيشو كونسيستينج اوف كابيلاريز اند فايبروبلاستس اند ات فيلز ديفكتس كرييتد باي ليكويفاكشن اوف سيلولار ديبري. يعني هو connective tissue معمول جديد، بيبقى فيه new capillaries يعني فيه new blood vessels اتعملت، وبيبقى فيه fibroblasts كتير، وممكن كمان يبقى فيه chronic inflammatory cells، وهو اللي بيملى مكان ال wound. دلوقتي يبقى احنا كنا قايلين في inflammation، وبعدين هيجي مكانها ال granulation tissue ده اللي هيملى بقى مكان ال wound لحد ما نوصل لل next step of repair. وتسمى granulation tissue علشان شكله بيبقى pink أو red بسبب ال newly formed capillaries، وبيبقى soft حتى ممكن يبليد لو مثلا الضغط أو كده، وبيبقى ليه granular appearance أو زي ليه كده نتوءات أو حاجات طالعة بره بسبب إنه irregular. الجرانيوليشن تيشو ملوش دعوة بالجرانيولوما عشان بس ما نلخبطش، هو الجرانيولوما حاجة تانية خالص، ده كرونيك انفلاميشن بيبقى فيه ماكروفاجز وليمفوسايتس وجاينت سيلز بتبقى حواليها فايبروس تيشو، فدي حاجة تانية ملهاش دعوة بالجرانيوليشن تيشو اللي هو ستيب في ايه في ريبير. This stage بتقعد لمدة تقريبا 10 ايام، وبيبقى فيها 3 main cells epithelial cells و endothelial cells و fibroblasts، كل واحدة فيهم بتproliferate وبتروح لمكان الwound وبيبقى ليها specific function. أول حاجة الepithelial cells، الepithelial cells بتrespond للgrowth factors اللي بتبقى طالعة من حواليها واللي اتكلمنا عنهم من شوية، علشان تبدأ process اسمها epithelialization اللي فيها الepidermal basal cells بتروح سايبة الdesmosomes والhemodesmosomes الموجودين وكانوا ربطنها بالcells اللي حواليها، وتبدأ تطلع للsurface
laterally علشان تغطي السيرفيس بتاعة الوونز وتعمل السكاب اللي هتوقف الانفلاميشن وتبدأ تغطي السكن، هتبقى هي مكان السكن اللي راح. تاني حاجة بتبقى الاندوثيليال سيلز والفاسكولار سيلز كمان التانية الموجودة بتبدأ تبروليفريت علشان تطلع نيو بلد فيسلز، والبروسس دي بنسميها انجيوجينيسيس. اخر تايب اوف سيلز هو الفايبروبلاست. احنا قلنا الفايبروبلاست بتروح جاية للسايت اوف انجري وتبدأ تمولتبلاي اند بروليفريت وتقعد تطلع او تديبوزيت كولاجين فايبرز في الاكسترا سيلولار ماتريكس اللي حواليها علشان تبدل التشو اللي راح. Then هنيجي لآخر step اللي هي remodeling أو scar formation، بقى خلاص maturation. قبلها في هنا pictures كانوا كويسة جدا. أول حاجة هي هنا الهيموستاتيك plug اللي بيبقى فيه platelets، وعندنا هنا الماكروفاجز كمان اللي بتبقى موجودة مع الانفلاميشن، وفي neutrophils. كل ده في أول 2 steps، وشايفين خلاص الابيثيليوم مش complete وبقى فيه damage. تاني حاجة دي الgranulation tissue، دي الثيرد ستيب اللي عرفنا ان هي ازاي عرفت ان هي granulation tissue. لقيت هنا في epithelialization، الepithelial cells بدأت تموف للسيرفس وتبروليفريت عشان تغطي مكان الدامج، وفي angiogenesis، في new blood vessels بتتعمل، ولقيت fibroblasts كمان موجودة في الgranulation tissue علشان هيتطلع الcollagen fibers اللي هتبقى موجودة بعد كده. ودي اهي اخر ستيب اللي هي ريموديلنج اللي بيحصل فيها. دي ستيب بتبدا 2 او 3 ويكس، يعني اسبوعين او 3 بعد الانجري، وممكن تقعد لشهور او سنين. ايه اللي بيحصل فيها؟ اول حاجه الابيديرمس بيرجع تاني زي ما كان كونتينوس، بيتقفل بقى خلاص، مش هو هنا كان بدا يبروليفريت، لا خلاص بقى بيبقى كونتينوس ويقفل. بس لو لاحظنا ما عادش زي النورمال اللي حواليه، ما عادش فيه هير فوليكلز، ما عادش فيه سيباشيس جلاندز ولا سويت جلاندز، يعني يدوب بس انه مقضي الغرض ان هو مغطي الايه مكان الانجري. كمان الجرانيوليشن تيشو اللي اتعمل بيحصل له ريموديلنج، يعني تيشو بيبدا ماتورينج وبيبقى فيه كابيلاري ريزوربشن، وبتبدا النورمال فاسكولاتشر ترجع تاني زي ما كانت في الاول. والمايوفايبروبلاست اللي هي سيلز زي السمود ماسل سيلز، وبين الفايبروبلاست يعني هي فيها كونتراكتايل فيلمنت، بتبدا تكونتراكت علشان تلم السايدز او الادجز بتاعه الووند على بعض. فنلاحظ حتى ان هي يعني زي مشدوده عن بقيه التيشو اللي حواليها عشان بس تقفل تروف الووندز على بعض. اخر حاجه الكولاجين باندلز والفايبروبلاست بتبقى هي المين كومبوننت، بقى خلاص مفيش غيرها، وبتبقى less organized than اللي موجوده في الاكسترا سيلولار ماتريكس اللي حواليها في النورمال تيشو، وده اللي بنسميه سكار تيشو. يبقى سكار تيشو هو dense irregular collagenous connective tissue، بيبقى initially well vascularized، بيبقى شكله red شوية في الأول، وبعدين بيبدأ يتغير لونه لوايت لأنه الكولاجين خلاص بيبدأ يأكوميليت أكتر، والفاسلز بترجع تاني للنورمال وبتبقى compressed. في حاجة كمان هي مش موجودة هنا بس ممكن نقولها، هو انه في الهيلينج ممكن يبقى بتو different methods، في primary union وفي secondary union. primary union ده اللي بيحصل لو كانت الwound cleanly incised زي مثلا في surgical wounds، فما فيش infection، ما فيش اي حاجة، بيبقى فيه minimal tissue destruction وال ends بتاعة الwound تبقى قريبة من بعض، فبيبقى فيه less inflammation وبالتالي بيبقى فيه less granulation tissue formation. فالhealing بيبقى سريع، بياخد 3 لـ 4 اسابيع. والscar tissue طبعا اللي بيتعمل بيبقى very thin ولينير، والcomplications اللي بتحصل معاه بتبقى rare جدا. وممكن يبقى الهيلينج بتايب تاني اللي هو secondary union، وده اللي كان بيحصل لما يكون في septic wounds او في infection جت على الwound زي abscess مثلا، وفي tissue destruction كتير وgaping، يعني الedges بتاعة الwound بعيدة عن بعض، وفي كمان inflammation كتير، وبالتالي هيبقى في granulation tissue معمول كتير جدا، هيبقى في slow healing، هتاخد من شهر لشهرين. وبيبقى فيه السكار تيشو اللي بيتعامل بقى ما عادش شبه ده مثلا نورمال، لا بيبقى كبير جدا، بيبقى لارج وايرريجولر، والكومبليكيشنز ساعتها بتبقى مور كومن. طيب الفورث اوبجكتيف هيبقى ايدنتيفاينج فاكتورز افكتنج تيشو ريبير، ايه الحاجات اللي ممكن تاثر على تيشو ريبير. احنا اتكلمنا عن الديفينيشن والتايبس، وقلنا ايه الفاكتورز اللي بتاثر على السيلولار بروليفريشن، وقلنا الستبس اوف سكار تيشو فورميشن، ودلوقتي هنيجي نقول ايه اللي ممكن يأثر بقى على كل البروسس دي. في حاجات كتيره ممكن تأثر على التيشو ريبير، تخلي البروسس ابطأ او مثلا تقلل الادكوسي بتاعتها، زي مثلا اول حاجه الريتنشن اوف ديبري اللي هو البقايا بتاعه السيلز اللي ماتت،
وممكن مثلا ما تكونش اتشالت كلها باي ماكروفاجز او ممكن تكون كتيره جدا، فده بيبطئ برضو البروسيس. تاني حاجه انفكشن، لو في اي باثوجين دخل للووند ده بيؤدي للانفلاميشن وبيزود الفتره بتاعه انفلاميشن اللي كانت مفروض بتقعد لفتره معينه، وبعدين بندخل في السكند ستيب بتاعه جرانيوليشن، لا هيطول الانفلاميشن وكمان هيؤدي لمور لوكال تيشو انجري. تالت حاجة metabolic disease زي مثلا diabetes، في diseases ممكن تأثر على circulation، فdiabetes هنا بيأثر على circulation وبيزود الريسك للinfection، فنفس اللي قلناه فوق هيزود inflammation وهيعمل more tissue injury. رابع حاجة nutritional status، ممكن يكون في deficiency أو حاجات قليلة، elements معينة مهمة في الجسم قليلة مثلا بسبب starvation مجاعة أو بسبب poor dietary habits، يعني البيشنت مش متعود مش بياكل كويس، في مثلا deficiency في proteins زي السيستين وده مهم جدا لcollagen production، أو في vitamin C deficiency إنه vitamin C يكون قليل ده بيمنع collagen formation، فطبعا كل ده هيأثر على healing process وهيبطئها. خامس حاجة ممكن يكون في poor perfusion يعني decreased blood flow، ده ممكن يكون بسبب arteriosclerosis اللي هو thickening أو stiffening بتاع blood vessels، فده لما blood vessels أو arteries بتبقى blocked أو مش بتبقى blocked بتبقى thick، walls بتاعتها بتبقى thick فده بيقلل blood flow، أو مثلا بسبب diabetes أو other diseases بتعمل impaired circulation زي ما قلنا، أو في obstructed venous drainage زي مثلا في varicose veins لما يكون الفالفز بتاعه الفينز متدمره او فيها مشكله، المهم انه هيبقى فيه decreased blood flow. وطبعا السيركيليشن لازم تكون كويس عشان احنا قلنا بنحتاج الحاجات من السيركيليشن في الانفلاميشن وجرانيوليشن تيشو فورميشن وحاجات كتير، في سيلز كتيرة بتبقى مهمه جايه للسايت اوف انجري من من السيركيليشن. في بعد كده بقى حاجات ممكن هي read only بس هنعدي عليها بسرعة. السادس حاجة ممكن تكون foreign bodies مثلا اي حاجة من برة تدخل الwound زي glass الازاز او steel او hair ممكن شعرية او اي حاجة من surrounding، لو patient مش واخد باله كويس من الwound ممكن يكون في dehydration يا اما بسبب sodium depletion of sodium أو يما بسبب صوديوم قليل depletion of sodium أو water مثلا قليلة كمان في الجسم، فده بيخلي فيه dryness فيه lack of moisture أو رطوبة قليلة يعني في السيرفس بتاعة الوند، وطبعا لما يكون السيرفس بتاعة الوند ناشفة أو dry ده بيبطئ cellular migration أو اللي هي process of epithelialization ويفيه decreased blood oxygenation، وكل ده طبعا بيؤدي لdelayed wound healing. كمان ممكن الـ age of the patient يأثر، ممكن يأثر the older the patient طبعا the harder the process to repair، لأنه بيبقى especially those above 60 years old بيبقى عندهم مثلا diseases تانية بتأثر على الـ capacity بتاعة الـ cells إنها to regenerate أو الـ cells to proliferate والـ function بتاعتها عموما كل الـ cells بتقل، فبيبقى فيه decreased inflammatory response وبيبقى فيه delay في الـ angiogenesis، فلما يبقى فيه decrease في الـ process of angiogenesis يعني الـ synthesis of new capillaries و epithelialization و deposition of new collagen يبقى أكيد طبعا الـ process of scar formation هتبقى أبطأ و healing هيبقى أبطأ. كمان some studies show انه old males بيبقوا معرضين أكتر للـ slower healing أو slower scar tissue formation than old females، بس دي حاجة تانية انه يعني saying انه الجندر كمان ممكن يinfluence الـ repair. كمان حاجة ممكن البيشنت نفسه يأثر على الهيلينج ويبطئ الـ process of repair بسبب bad lifestyle choices زي smoking أو excessive drinking أو اللي هي consumption of alcohol، أو ممكن يكون مش بياخد باله من الwound بسبب مثلا inadequate wound dressing أو مش بيرفع inadequate wound dressing مش بيغير على الwound regularly، failure to elevate the affected area مش بيرفع الـ affected area بعيد عن surface ممكن بيعرضها لinfection، أو ممكن ما يكونش محافظ على keeping the wound clean، ممكن كمان ما يكونش بيحافظ على الwound moist وده اللي بيقلل السرعة بتاعة الـ epithelialization أو الـ movement of cells زي ما قلنا، أو ممكن كمان ما يكونش بيتحرك enough. حاجة كمان ممكن تأثر هي الستيرويدز، مع انه ليهم anti-inflammatory effect كويس ممكن نحتاجه ساعات لو الانفلاميشن بقى severe، هما برضو ليهم undesirable effects بان هما بيزودوا الـ risk of infection بيزودوا، فبالتالي طبعا بيزودوا الـ time of healing وممكن يخلوا الـ scar tissue weak او ما يبقاش معمول properly لانه بيبطئوا الـ process of fibrosis، وكمان بيمنعوا الـ tumor growth factor beta اللي احنا قلنا كنا بنحتاجه علشان repair. Number 11 هيبقى medications، في medications بقى كتير زي NSAIDs, antibiotics, anticonvulsants, angiogenesis inhibitors وممكن كمان glucocorticoids وchemotherapy،
كل دول بيبطئوا الهيلينج وبيأثروا على السكن انتجريتي. العكس بقى في دروجز بتساعد على ووند هيلينج زي فيروس سلفيت، انسولين، تايرويد هرمونز وفيتامينز. اخر فاكتور هو الميكانيكال فاكتورز، ودول بقى ممكن مثلا زي بريشر او تورجن. لو في اوفرلود بريشر او تورجن ممكن يخلوا الووند تفك او تفتح بعد ما كنا بنحاول نلمها، او الماي فايبر بلاست بتكونتراكت والفايبرس تيشو بيملى النص وكل ده، والابيثيليال سيلز بتحاول تغطي السيرفيس. اي حاجه بتبول ابارت السايدز بتاعه الووند ممكن تساعد انها تفتح، وده طبعا بيأثر على هيلينج. كده احنا قلنا some of the factors. في other factors بقى on the microscopic level. اول حاجه، اول فاكتور فيهم هو contact inhibition، وده simply انه السيلز اول ما بتحس ان هي in close contact بدات تلمس السيلز اللي جنبها بتوقف division، ودي actually حاجه بتحصل normally في السيلز العاديه مش بس وقت الهيلينج علشان تمنع الكانسر formation. يعني السيل اول ما تحس انه هي بقت جنب السيل تانيه بتوقف division علشان ما يبقاش في overproduction of cells. تاني حاجة هي تشالونز، ودول chemical tissue specific substances that inhibit أو بتمنع ال proliferation of immature cells. فده معناه إنه once they are absent ال neighboring cells هتحس إنه they're absent أو في injury، خلاص هيبدأوا بقى يدفايد كتير علشان تبدل ال cells اللي راحت مع ال injury. تالت حاجة وآخر حاجة في الفاكتورز اللي بتأفكت ريبير هم الـ presence of growth factors اللي اتكلمنا عنهم، وزي ما قلنا بيساعدوا على cell division, migration, proliferation وstimulate الـ DNA synthesis. يعني زي ما قلنا stimulate الـ movement through the cell cycle، بتبقى released من damaged أو activated platelets, macrophages, lymphocytes وcells تانية كتير زي الـ epidermal growth factor, fibroblast growth factor والplatelet derived growth factor. طيب كده يبقى اتكلمنا عن ريبير وكل حاجة related ليه. باقي بس اخر objective اللي هو الابنورماليتيز اللي ممكن تحصل during tissue repair. طيب ممكن تحصل مشاكل during healing فتعمل new abnormal tissue زي keloid او contractures. اول حاجة keloid. keloid هي ال hyperplastic abnormal elevated scar معمولة من collagen fibers او collagen bundles اللي بتبقى deposited irregularly، يعني مش بتبقى organized زي اللي موجودة في ال extracellular matrix العادي، وبتبقى deposited في الدرمس فبترفع ال surface بتاعة ال skin. طيب شكلها بيبان ازاي؟ بتبان red or purple وبتبقى firm ورابري وبتبقى shiny with fibrous nodules كده زي ما باين انه بيبقى فيها حتت كده طلعة، وبتبقى هي كلها طلعة عن ال surface بتاعة ال normal skin اللي حواليها. They may appear as bulging masses extending beyond the confines of the original injury. يعني هما بيبانوا كحتة مرفوعة أو حتة عالية كده عن ال surface بتاع التشو اللي حواليها، وكمان بتبقى elevated عن ال normal boundaries بتاعة ال injury أساسا. زي مثلا إنه ال injury حصلت هنا، فدلوقتي الكيلويد مش بس عالية في مكان ال injury، لا و it extended beyond ال boundaries بتاعة ال original injury وبعدين بقت حواليها كمان فعالية وبقت حواليها. تاني حاجة هي الكونتراكتورز. طيب يعني ايه كونتراكتورز؟ كونتراكتورز يعني permanent tightening of muscles, tendons, skin or nearby tissue للانجري which leads to the formation of deformities او distortion في الextremities mainly في lower limb او جنب الجوينتس بسبب irregular scar. بتبقى characterized by ايه او بيبقى شكلها ازاي؟ they appear extremely tight skin. ما احنا قلنا هو الكونتراكتور عبارة عن انه السكن او المسلز او التندنز كلها بتبقى مسكة في بعض جدا، مشدودة جدا، فبتبقى tight skin. والtight skin ده بسببه بيبقى فيه deformity في الجوينت بسبب انه ايه، خلاص السكن بقى tight جدا كأنه حاجة مشدودة، فازاي هتقدر تتحرك زي ما كانت؟ فit restricts the ability to move normally. Such scars بتبقى specific للburn injury وبتبقى related لextensive burns بسبب الthermal damage اللي بتحصل من vascular insufficiency وcompressive edema اللي بتأدي في الآخر لeventual joint or myofascial deformity، وبيبقى فيه كمان limiting للmobility أو الحركة بتاعة الjoint بتبقى limited زي ما قلنا علشان السكن وكل حاجة أو المسلز أو التندنز كله بقى مشدود، فالaffected parts بتبقى usually not capable of fully extending، مش بتقدر بقى تextend زي ما كانت للأول، وده كله بيحصل ببروسس اسمها wound contraction.
wound contraction دي active biological process بتبقى normal في healing، طبيعي انه اي skin او اي wound هتلم على بعض وهتبقى tight علشان السكن يقفل ويرجع تاني للnormal. بس لما بيبقى فيه exaggeration of this process يعني extensive contraction of skin والسكن بيقعد tight over the normal، contracture بتحصل وساعتها بيبقى فيه deformities بتاعة الwound والsurrounding tissue. اخر حاجة هي defects in healing اللي بتعمل chronic wounds بسبب local أو systemic factors، وعندنا منهم 4 types هنا. أول type هو ال venous leg ulcers، وال venous leg ulcers هي ال most common type، هي اللي بتحصل بسبب chronic venous hypertension أو يعني elevated blood pressure في ال في ال veins بتاعة ال leg اللي بتعمل damage لل skin، زي بتفرقع كده السكن اللي حواليها او اللي فوقيها leading to the formation of an ulcer. ده بيحصل بسبب ايه؟ ممكن بسبب varicose veins يعني اللي هي dilated tortuous veins، او بسبب congestive heart failure او damage للdeep veins اللي موجودة في الليج، وده اللي ممكن يحصل مثلا بسبب old age في elderly people، او بسبب diabetes او paralysis او obesity او deep venous thrombosis أو أي injury. These ulcers fail to heal because of poor delivery of oxygen. ما فيش oxygen وصل لل sites دي enough أو properly، فبيبقى فيه damage لل cells اللي already موجودة هنا leading to ulcer formation. طيب شكلها أو ال symptoms تبقى إزاي؟ شكلها بيبقى discolored hardened skin around the ulcer، زي ما احنا شايفين هنا بيبقى discolor في discoloration يعني في change عن ال normal color بتاع ال skin around the ulcers، بيبقى hard يعني ناشف كده عن النورمال، بيبقى pain، بيبقى فيه pain و itchiness، وبيبقى فيه swelling of the leg يعني هنا باين جدا ال leg swollen عن النورمال. تاني type هما arterial ulcers أو ischemic ulcers، دول chronic leg ulcers بتحصل بسبب poor perfusion أو decreased blood flow لل lower extremities، زي ما شايفين هي حصلة لل leg. بتحصل بسبب ايه؟ بسبب peripheral vascular disease يعني مثلا atherosclerosis في peripheral arteries، او diabetes او trauma، او مثلا مع ال old age او vasculitis او renal failure او atherosclerosis زي ما قلنا او arteriosclerosis. دول بيسببوا decreased blood flow، وال decreased blood supply بيعمل atrophy، واللي بعديها بيحصل necrosis للسكن وال underlying tissue كمان، يعني السكن وال underlying tissue بيموتوا فبيعملوا الالسر. طبعا بتبقى very painful deep ulcers، بيبقى ليها well defined margins يعني الحدود بتاعتها واضحة او بارزة، وبيبقى البيز بتاعها يلو زي ما باين هنا، او بيبقى براون او بلاك كده شوية، و it doesn't bleed يعني مش بتنزف. تالت تايب هو pressure sores او bed ulcers، كرحة الفراش، وده اللي بيحصل بسبب skin ulceration، في ulcers في السكن ونكروزز لل underlying tissue، ال underlying tissue اللي تحت السكن بيحصل له نكروزز بيموت بسبب excessive pressure أو compression of tissue mainly ال skin اللي بيبقى covering bone، يعني ال skin بيبقى كده كأنه مضغوط على البون اللي حواليه، ممكن بسبب إنه ال person ده bedridden أو يعني هو في السرير لفترة طويلة، أو عنده مثلا paralysis، أو ممكن هو old patient مش قادر يتحرك immobile elderly individuals، بيبقى كمان معاها other comorbidities يعني في diseases كمان بتبقى معاها، زي ما قلنا بتحصل بسبب ميكانيكال بريشر، والبريشر دي بتمنع النورمال بلاد فلو للريجن فبتعمل بريشر سورز يعني بسبب الاسكيميا. The lesions are caused by mechanical pressure، زي ما قلنا البريشر الزيادة على الريجن دي بتعمل بتوبستركت النورمال بلاد فلو فبتعمل اسكيميا. شكل الالسر بيبقى ازاي؟ بتبقى فيها بتبقى swollen وبتبقى dark، بيبقى فيها unusual changes كده في color زي ما شايفين هنا بتقلب black، وبرضو ال texture بتاعتها بتختلف، بيبقى فيه swelling وبيبقى فيه pus like drainage كمان and tenderness. آخر type هو ال diabetic ulcers، ودي اللي بتحصل في الغالب في lower extremities في lower limb يعني mainly في feet، بيبقى فيه tissue necrosis و failure طبعا to heal بسبب poor perfusion أو poor circulation، يعني بيبقى فيه ischemia أو nerve damage and neuropathy، systemic metabolic abnormalities زي hyperglycemia أو secondary bacterial infection. كل دول بيعملوا الألسر اللي بتبان هنا اللي بتبقى red وswollen، وبيبقى فيها كمان drainage، وبيبقى ليها very bad odor، ممكن يبقى معاها كمان partial أو complete gangrene.
اخر حاجتين اخر two defects in healing بيبقوا exuberant granulation و fibrosis في parenchymal organs. اول حاجة exuberant granulation، احنا عارفين انه typically بيبقى فيه ال third step of healing بتبقى granulation tissue formation، ف normally بيبقى فيه some amount of granulation tissue formed عشان يجي بعد كده ال remodeling وتنتهي ب scar tissue formation. هنا بقى في exuberant granulation بيبقى فيه excessive amounts of granulation tissue معمولة لدرجة ان هي بتطلع above النورمال level بتاع السكن اللي حواليها. في هنا picture حلوة جدا، هو granulation tissue زي ما قلنا بيبقى كده granular وبيبقى red او pink، هنا طالع excessively كتير جدا، طالع كتير وحوالين النورمال tissue اهو قليل، فبيبقى فيه هنا re-epithelialization. مفروض ان الepithelial cells بتحاول تproliferate علشان تغطي الwound، بس هنا بسبب الexuberant granulation الexcessive formation of granulation tissue مفيش الepithelial cells مش عارفة تكمل وتغطي على النورمال، فده طبعا بيأثر على healing. فزي ما قلنا هنا اهي it blocks re-epithelialization، فده بيعمل failure of healing، ممكن يؤدي لwound rupture، الwound بقى بتفضل زي ما شفناها كده مفتوحة ومش بتقفل. ده بيحصل most commonly في الـ wounds بتاعة abdominal surgeries بسبب increased abdominal pressure. تاني حاجة fibrosis in parenchymal organs، احنا عارفين انه fibrosis the normal step of repair، بيبقى فيه deposition of collagen والextracellular matrix components في surrounding tissue علشان يبقى فيه scar tissue formation. هنا بقى بيبقى في excessive deposition of collagen و extracellular matrix components، يعني ال deposition بتاعهم بيبقى كتير جدا، وبيبقى في البارينكما بتاعة ال organs internal organs اللي بتبقى affected by chronic diseases. بس كده، وده كان آخر حاجة في الأول part لل PBL بتاع ال burns عن ال repair. hopefully تكونوا استفدتوا. thank you so much for listening and best of luck. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا فاطمة محمود فوزي. هنكمل مع بعض دلوقتي Objective 6 اللي هو Recognize the chemical mediators responsible for the inflammatory symptoms. أوكي، احنا عارفين كده انه في group of secreted mediators أو chemical mediators they act كده as signaling molecules and they are released from the circulation system by the inflammatory cells and by the injured tissue علشان يعملوا contribution or علشان يعملوا intensify or propagate or adjust the inflammatory response. يعني the chemical mediators دول they share in the event or in the mechanism of inflammation. هناخد هنتكلم عن 3 chemical mediators اللي هم ال vasoactive amines اللي منها الهستامين والسيروتونين، تاني حاجة البيبتويدز اللي منها البراديكينين، تالت حاجة الايكوسانويدز، ودي في منها 3 classes هم يعني هنتكلم عنهم دلوقتي in details اكتر، هم الليكوترينز والثرومفوكسينز والبروستاجلاندينز. في نوت صغيرة كده بس انه الايكوسانويدز they are explained بديتيلز اكتر ومور clarified في كتاب Lefenkett's Illustrated Review the 5th edition page 213 و 214. لو حابين تعرفوا عنهم اكتر كده وتاخدوا يعني overview كامل عن الايكوسانويدز ممكن تفتحوا تشوفوا في الكتاب. اوكي هنكمل. الايكوسانويدز اللي منها البروستاجلاندينز والثرومبوكسينز والليكوترينز بياخدوا origin they reflect their origin from polyunsaturated fatty acids with 20 carbons. The compounds they are extremely potent and they elicit a wide range of responses منها physiologic or pathologic. Physiologic زي in case of inflammation the inflammatory response ده حاجة physiologic they play this role، وتاني حاجة pathologic in case مثلا of hypersensitivity. طب ايه الرول بتاع الايكوسانويدز دول؟ They play a very important role in ensuring the gastric integrity and the renal function. They also regulate the smooth muscle contraction precisely أو يعني key sites كده هما في intestines والuterus. وكمان they regulate the blood vessels diameter and they play a very important role in maintaining the platelet homeostasis. Eicosanoids they have been compared to hormones بالرغم من إن eicosanoids بنقارن بينهم وبين الهرمونز in terms of their action، بس إلا إنه الايكوسانويدز بتختلف عن الهرمونز في حاجات كده بسيطة، منها مثلا إنه الايكوسانويدز they are produced in very small amounts and in almost all tissues unlike الهرمونز اللي بتكون produced in specialized glands بس. Besides كمان إنه الايكوسانويدز they act locally في مكان واحد unlike الهرمونز اللي بيكونوا transported in the blood to distant sites يعني أماكن بعيدة. زي example مثلاً الهرمون insulin هو بيكون transported أو transferred يعني through blood to distant sites. ده unlike الايكوسانويدز.
كمان the eicosanoids are not stored and they have extremely short half-life. ليه؟ لأن هما بيكونوا metabolized rapidly بسرعة جدا to inactive products. The biological actions that the eicosanoids بتكون mediated by plasma membrane اللي هو G-protein coupled receptor which are different in different organ systems. يعني تختلف بحسب ال organ system اللي هي. أوكي هنكمل دلوقتي ال synthesis of two classes of eicosanoids اللي هما ال prostaglandins و thrombocytes. The dietary precursor ده term applies to any inactive substance converted to an active one. So the dietary precursors of the prostaglandins are the essential fatty acid, the linoleic acid ده اللي كان polyunsaturated fatty acid having 18 carbon atoms and two double bonds لو نفتكر مع بعض, and omega 6 fatty acid. It is desaturated and elongated علشان تكون لي or to form the arachidonic acid which is the immediate precursor of the predominant class of prostaglandins in humans. The arachidonic acid that it's incorporated into the membrane bound phospholipids and it's released in response to a variety of signals by the enzyme phospholipase A2. So دلوقتي هنتكلم عن the synthesis of the prostaglandin. بس قبل ما نبدأ هنقول حاجة, بس the prostaglandin H2 ده it's a type of prostaglandin and it's a precursor for many biologically significant molecules. So the first step in the prostaglandin synthesis A, ال free arachidonic acid اللي احنا لسه قايلينه فوق دلوقتي بيحصل له oxidative cyclization علشان يطلع لي prostaglandin H2 ده, وده بيحصل by the enzyme prostaglandin endoperoxide synthase. ال enzyme ده it's an endoplasmic reticulum membrane bound protein and it has two distinct enzymatic activities or two catalytic activities. Either a fatty acid cyclooxygenase which requires two molecules of oxygen, and peroxidase which depends on the reduced glutathione. The prostaglandin H2 then اللي طلع لي هيبقى then converted to a variety of prostaglandins and thromboxanes by cell specific synthesis. يبقى بس هي دي briefly the synthesis of prostaglandins. أول حاجة the free arachidonic acid بيحصل له oxidative cyclization علشان يطلع لي prostaglandin H2, وده بيحصل by the enzyme prostaglandin endoperoxide synthase. وبعدين البروستاجلاندين H2 ده اللي طلع هيبقى then converted, هيتحول ل a variety of prostaglandins and thromboxanes ويحصل عن طريق cell specific synthesis. بس يعني ده briefly كده. بعدين هنتكلم عن ال synthesis of leukotrienes. بصوا علشان نفهم ال synthesis of leukotrienes, أول حاجة فاكرين لما قلنا فوق كده في النوت الصغيرة الأورنج دي إن ال arachidonic acid is incorporated into membrane bound phospholipids وبتكون released in response to signals by the enzyme phospholipase A2. فعلشان دلوقتي نتخيل ال pathway ده in case of synthesizing the leukotrienes, أول حاجة هنتخيل إنه في membrane bound phospholipids وبعدين سهم كده by the enzyme phospholipase A2 هيكون converted ل arachidonic acid. ال arachidonic acid ده هيدخل في a separate pathway facilitated or يعني by the enzymes 5 lipooxygenases. ال 5 lipooxygenase ده هيconvert ال arachidonic acid ل 5 hydroxy 6 8 11 14 eicostaterionic acid اللي هي 5-HBETE. ال 5-HBETE دي زي يعني intermediate كده في الميتابوليزم بتاع ال arachidonic acid اللي هتكون then converted ل series of leukotrienes. leukotrienes كتير, ممكن تبقى leukotriene A4, leukotriene C4, leukotriene D4, leukotriene E4 حسب ايه او بيختلفوا بايه according to the tissue they are present in. ماشي هوريكم دلوقتي كده فيديو فيه الباثوي دي سهلة قوي عشان تتخيلوها. Begin with arachidonic acid, and this arachidonic acid is converted into a number of linear hydroperoxy acids by a pathway which involves lipoxygenases. So an example of this is the enzyme 5-lipoxygenase converts arachidonic acid into 5-HPETE or HPETE as you can see here, and this is short for 5-hydroxy-6-8-11-14-eicosatetraenoic acid. And then following on from this, the 5-HPETE is then converted into a series of leukotrienes, and the final product depends on the tissue where it is supposed to be synthesized. So
فهمنا السينثيسيس بتاعت الليكوترينز الاراكيدونيك اسيد هتكون converted to a variety of linear hydroperoxy acids by a separate pathway involving a family of lipooxygenases. The 5 lipooxygenase converts the arachidonic acid to 5 hydroxy 6, 8, 11, 14 icosaterionic acid, which is the 5-HPETE. The 5-HPETE is converted then to a series of leukotrienes according to the tissue they are in. The general function, يعني الرول بتاع leukotrienes generally, they are mediators of allergic response and inflammation. Their synthesis is not affected by the NSAIDs, by the non-steroidal anti-inflammatory drugs. يعني in case مثلا of the aspirin-induced asthma. Aspirin-induced asthma دي بتكون a response to overproduction of the leukotrienes with the NSAIDs use. يعني لما بندي NSAIDs مش بتأثر على synthesis بتاعت الليكوترينز. NSAIDs, however, they favor the synthesis of the lipoxins, which are lipid mediators with anti-inflammatory effects. طيب علشان بقى نعالج الاسبرين induced asthma دي or to treat the aspirin induced asthma هندي ايه اللي ممكن يأثر بقى على synthesis of leukotrienes على عكس NSAIDs. اولا كده ممكن the inhibitors of the 5 lipooxygenases. ايه ال 5 lipooxygenase ده؟ فاكرين لما قلنا لسه انه they convert the arachidonic acid ل 5-HPETE اللي بيكون then converted لليكوترينز. فلو انا عملت inhibition لل 5 lipooxygenases مش هيبقى عندي ليكوترينز، فكده I treated the asthma. تاني حاجة و common sense قوي ان انا هدي ليكوترين receptor antagonists. اوكي طيب احنا قلنا من شويه في الرول بتاع البروستاجلاندينز اند ذا ريليتد كومباوندز اللي هم الثرومبوكسينز اند ذا ليكوترينز از ذات ذي بلاي ا رول ان مينتينينج ذا بليتليت هوميوستاسيس. هاو داز ذس ورك؟ هنشوف دلوقتي. اول حاجه الثرومبوكسين A2 از برودوسد باي ذا سايكلوكسيجينيز 1 ان اكتيفيتد بليتليتس. ات بروموتس ذا ادهيرنس اند اجريجيشن اوف سيركليتينج بليتليتس اند ذا كونتراكشن اوف فاسكولار سموث مسل. ذيرفور it promotes the formation of thrombi. It promotes the formation of blood clots. تمام؟ لكن البروستاسايكلين on the other hand is produced by the cyclooxygenase 2 in vascular endothelial cells. It inhibits the platelets aggregation and it stimulates vasodilation and thus it inhibits the formation of thrombi or it impedes thrombogenesis. يعني كده الرول بتاع الثرومبوكسين opposes that of the prostacyclins. This opposing effect limits the thrombi formation on the sites of vascular entry. في نوت صغيرة جدا بس مهمة and it applies to what we have just said. أنه الأسبرين has an anti-thrombogenic effect. How does this work بقى؟ It inhibits the cyclooxygenase 1, thus it inhibits the thrombocyanin synthesis in platelets. Plus كمان إنها it inhibits the cyclooxygenase 2. يعني it inhibits the prostacyclin synthesis in the vascular endothelial cells by irreversible acetylation of those isozymes. يعني كده it inhibits the role of thrombocyanin اللي كانت بتعمل coagulation وكمان it inhibits the role of prostacyclin اللي كانت بتمنع coagulation. However, the inhibition of cyclooxygenase 1 could not be overcome in platelets عشان platelets lack nuclei مفيهاش nucleus. However, the inhibition of cyclooxygenase 2 could be overcome in the vascular endothelial cells علشان they do have nuclei. And therefore, they could generate more of the enzyme. This difference is the basis of the low-dose aspirin therapy used to lower the risk of stroke and heart attacks by decreasing the formation of thrombi. دلوقتي هنتكلم في Objective 7 اللي هو recognize the difference between cyclooxygenase 1 and cyclooxygenase 2 and the mechanisms of their inhibition. In cyclooxygenase 1 and cyclooxygenase 2, they are both involved in the generation of prostaglandins that are produced by the mast cells, macrophage, endothelial cells, and many other cell types. كمان, they are involved in the vascular and the systemic reactions of inflammation. And cyclooxygenase 1 is produced in response to inflammatory stimuli, and it's expressed in most tissues where it may serve a homeostatic function. يعني مثلا in the kidneys they play a role هناك إن هم يعملوا balance between the fluids and the electrolytes. وفي ال GIT or the gastrointestinal tract they do هناك cytoprotection. On the other hand بقى ال cyclooxygenase 2 they are induced by inflammatory stimuli. يعني زي مثلا exposure to various cytokines أو mitogens أو endotoxins كده.
and thus generates the prostaglandins that are involved in inflammatory reactions. احنا حتى هنلاقيهم they are upregulated at the inflammation sites. كمان الفرق بينها وبين cyclooxygenase 1 انه cyclooxygenase 2 they are low or absent in most normal tissues. دلوقتي the mechanisms of inhibition of cyclooxygenase 1 and cyclooxygenase 2. The synthesis of prostaglandins can be inhibited by a number of unrelated compounds. For example, the steroidal anti-inflammatory agent اللي هو الكورتيزول inhibits the phospholipase A2 activity. طب فاكرين ايه اللي ممكن يحصل لما الفوسفولايبيز A2 activity ده يكون inhibited؟ مش الفوسفولايبيز A2 activity هو اللي كان بيconvert ال membrane bound phospholipids للأراكيدونيك أسيد اللي هو كان the precursor of the predominant prostaglandins in humans, صح؟ فإف it inhibits the phospholipase A2 activity, therefore the precursor of the prostaglandins اللي هو الأراكيدونيك أسيد will not be made available from the membrane bound phospholipids. كمان الأسبرين والأندوميثاسين والفينايلفيتازون all non-steroidal anti-inflammatory agents they inhibit both the cyclooxygenase 1 and cyclooxygenase 2 and thus they prevent the synthesis of the parent prostaglandin اللي هو prostaglandin H2. في نوت صغيرة بس من البيزيس of aspirin's toxicity إنه يكون في systemic inhibition of the cyclooxygenase 1 with the subsequent damage to the stomach and the kidneys and impaired clotting of the blood. في كمان حاجة أنه الانهبيترز specific for the cyclooxygenase 2 زي السيلوكسي B1 they were designed to reduce the pathologic inflammatory process while maintaining the physiologic functions of the cyclooxygenase 1. يعني at the therapeutic dose the cyclooxygenase 2 inhibitors inhibit the role of the cyclooxygenase 2 but not the cyclooxygenase 1. يعني they inhibit or they reduce the pathologic inflammatory process of the cyclooxygenase 2 while maintaining the physiologic functions of the cyclooxygenase 1. However, their use has been associated with increased risk of heart attacks. Objective 8 اللي هو the role of leukotrienes as mediators of allergic response and inflammation زي ما قلنا فوق ان the general functions or of the general roles of leukotrienes انهم they act as mediators for allergic response and inflammation. دول هنلاقيهم في الكتاب بتاع Lappincott's Illustrated Reviews by Chemistry the 5th edition page 215 figure 17.23. هنقرأ عنهم هناك هيبقوا لطيفين جدا. Objective 9 اللي هو recognize other mediators of inflammation. احنا قلنا فوق انه في 3 هنتكلم عن 3 release chemical mediators اللي هم vasoactive amines اللي كان منها الهستامين والسيروتونين والpeptides اللي منها البراديكينين والايكوسانويدز اللي هم كانوا 3 classes prostaglandins والليكوترينز والثرومبوكسينز. اتكلمنا عن الايكوسانويدز I think دلوقتي يعني في كفاية فهنكمل بقى other mediators. أنا هنفتح برضو كتاب Lappincott page 287 هنلاقي الفازوأكتيف أمينز هناك detailed جدا بس هناخد كمان حاجة brief عن الهستامين والسيروتونين. الهستامين بقى الهستامين is a chemical messenger that mediates a wide range of cellular responses including allergic and inflammatory reactions. It also regulates physiological functions in the gut such as the gastric acid secretion and it possibly acts as a neurotransmitter for parts of the brain. The spinal cord كمان with the uterus. It's a powerful vasodilator. يعني تعمل dilation للcapillaries and contraction of the smooth muscles. Histamine is formed by decarboxylation of histidine and a reaction requiring pyridoxal phosphate. بصوا هنا في الfigure بتاعت 21.17 الhistidine حصل له decarboxylation by the enzyme decarboxylase pyridoxal phosphate علشان يديني the nitrogenous compound اللي هو histamine. It is secreted by mast cells as a result of allergic reactions or trauma. كمل مع بعض بقى السيروتونين ده تاني vasoactive amine also called 5-hydroxytryptamine 5-HT. السيروتونين ده synthesized and stored at several sites in the body في أماكن متعددة في الجسم. By far the largest amount of serotonin أكبر كمية من السيروتونين بتكون موجودة in the cells of the intestinal mucosa. Smaller amounts, كميات قليلة بتكون موجودة in the CNS, the central nervous system, where it functions there as a neurotransmitter, and also in platelets. Serotonin is synthesized from tryptophan. بصوا هنحاول نشرح السايكل كده وهوريكم كمان فيديو هيبقى حلو هيفهمكم السايكل قوي.
أول حاجة عندنا molecule of tryptophan. السيرتانين ده بيكون synthesized from tryptophan. التريبتوفان ده بيكون جاي من الدايتري سورس. احنا ممكن نبص على الفيجر عشان نتخيل. التريبتوفان هيكون جاي من الدايتري سورسز. It will be acted upon by the enzyme tryptophan hydroxylase زي ما مكتوب في الفيجر كده. الانزيم التريبتوفان hydroxylase ده requires a cofactor اللي هو tetrahydrobiopterin, وكمان it requires molecule of oxygen, اوكي, علشان يحول التريبتوفان ده ل 5 hydroxy tryptophan. في البروسيس دي هيكون التتراهيدروبيوبتين هيكون converted لديهيدروبيوبتين, وكمان هيكون released عندنا molecule of water H2O. يعني ال 5 hydroxy tryptophan ده هيحصل له decarboxylation by the enzyme decarboxylase علشان يتحول ل serotonin. ال serotonin ده is then degraded by the monoamine oxidase اللي هو الماو. الفانكشنز او الرولز بتاعت السيروتونين كتيره, عندها فيسيولوجيك رولز كتيره, انكلودينج ذا بين بيرسبشن انك تحس بالبين, ريجوليشن اوف سليب تنظيم النوم, ابيتايت اللي هي الشهيه, تمبرتشر, بلاد بريشر ضغط الدم, كوجنيتيف فانكشنز يعني الوظائف المعرفيه, واند مود اللي هو بقى المزاج بقى اللي هو causes of feeling well being. يبقى بس هنعيد السينثيسيس بتاعت السيروتونين بس بسرعه عشان اوريكم الفيديو. السيروتونين is synthesized from the tryptophan which is hydroxylated in a tetrahydrobiopterin requiring reaction analogous to that catalyzed by the phenylalanine hydroxylase. The product اللي هو ال 5-hydroxytryptophan is decarboxylated to serotonin which is also degraded by the monoamine oxidase. هو التريبتوفان عنده الانزيم تريبتوفان هيدروكسيليز هيشتغل عليه, بس البروسيس دي requires a cofactor اللي هو التتراهيدروبيوبترين و requires also a molecule of oxygen علشان يديني ال 5 هيدروكسي تريبتوفان. الرياكشن دي هتطلع لي داي هيدروبيوبترين plus a molecule of water اللي هو ال H2O. ال 5 هيدروكسي تريبتوفان هتبقى then decarboxylated by the enzyme decarboxylase علشان يطلع لي serotonin. The serotonin is then degraded by the monoamine oxidase. هوريكم الفيديو. If we get tryptophan from our diet, from a dietary source like we mentioned before, tryptophan can be acted on by the enzyme tryptophan hydroxylase. Now, tryptophan hydroxylase requires a cofactor known as tetrahydrobiopterin. It also requires an oxygen molecule as well. Now, tryptophan hydroxylase can act on tryptophan to produce 5-hydroxytryptophan, and in the process it actually processes tetrahydrobiopterin into dihydrobiopterin removed, leaving us with 5-hydroxytryptamine. And 5-hydroxytryptamine is actually serotonin, so in two steps we can process tryptophan into serotonin or 5-hydroxytryptamine. I hope الفيديو يكون يعني وضح لكم الرياكشن شوية. بس في آخر نوت كده صغيرة, إن السيروتونين is converted to melatonin in the pineal gland via acetylation and methylation. هنيجي بقى للبراديكينين, which is a nanopeptide created from plasma. Like histamine and serotonin, it can increase the synthesis of prostaglandins and can produce the pain locally. Two or more distinct receptors titled B1 and B2 are present for the bradykinins. دلوقتي objective 10 اللي هو identify the arms in our immune system that are affected by burns. هنفتكر كده مع بعض the innate immunity. ده أول حاجة طبعا, it covers the first line of defense and the inborn barrier. The first line of defense that includes mechanical barriers وchemical barriers ونormal microbiota. Mechanical barriers كانت زي ال intact skin, the mucous membranes اللي زي the epithelium of the skin, the hair at the nares, وكمان the mucous secretions. The chemical barriers كانت زي the sweat والsebaceous secretions, الحاجات دي. والnormal microbiota كانت زي the lactobacilli, فاكرين. كمان the innate immunity بت include the second line of defense اللي هو كان the circulating effector proteins, the cells بتاعت the innate immunity اللي هي كانت النيوتروفيلز, المونوسايتس, المايكروفاج, الناتشرال كيلر سيلز, وكمان كان في الانفلاماتوري باريرز اللي كانوا بيشملوا بقى الكيميكال ميدييتورز اللي احنا لسه متكلمين عنهم دلوقتي, واخر حاجه كانت البرو انفلاماتوري سايتوكاينز اوف ذا انيت اميونيتي.
تاني arm بقى بيكون affected هو ال adaptive immunity or the acquired immunity. وده بيكون طبعا highly specific which includes both the cell mediated immune response وال humoral immune response. ال cell mediated immune response ده اللي كان بيكون mediated by the T lymphocytes, وال humoral immune response ده اللي بيكون mediated by the B lymphocytes and the plasma cells علشان يطلعوا لي ال immunoglobulins اللي هم ال antibodies. ماشي. In cases بقى of burn بيحصل عندنا حاجة اسمها hypovolemia. ايه الهايبوفوليميا دي؟ It's a state of abnormally low extracellular fluid in the body. يعني ال extracellular fluid في الجسم بتكون abnormally low, قليلة جدا. وكمان in cases of burn بيحصل disturbance in hematopoiesis. Hematopoiesis دي يعني the formation of the blood cellular components. Hemato يعني blood وpoiesis يعني formation. فطبعا ده بيكون affected طبعا in cases of burns. وAlso both the innate and the acquired immune mechanisms interact with one another through antigen presentation and cytokine secretion by the macrophage, the T cells, the natural killer cells. وكمان ال antibodies اللي هي بتكون secreted by the B cells بتenhance أو بتحفز الphagocytosis by the macrophage اللي هي osponization. And the ADCC اللي هي كانت antibody dependent cell mediated أو cellular cytotoxicity by the macrophage. So disturbance in one of them leads to disturbance in the other أكيد. Okay. في بقى part سهل جدا هو بس read only. إيه هو البرن أصلا؟ البرن ده tissue damage سببه إيه؟ caused by heat, الحرارة, الكيميكالز, المواد الكيميائية, electricity, الكهرباء, sunlight, أشعة الشمس, nuclear radiation, الأشعة النووية. إحنا بنصنف البرنز or we classify burns to 3 degrees. اللي هما first و second و third degree. بناء على ايه بنصنفهم كده؟ بناء على how severe they are and how deep they are from the skin surface. يعني الحرق يعني عميق قد ايه. طبعا logic قوي ان ال deep burns هتهيل more slowly and are more difficult to treat and are more prone to complications زي الinfections والscarring. هنتكلم عن كل degree دلوقتي بقى. اول حاجة first degree أو الـ superficial burns اللي هو الجرح البسيط الـ superficial مش عميق قوي. ده مثال عليه طبعا زي الـ mild sunburn اللي هو الحروق البسيطة من الشمس. في الحالة دي بيكون بس الـ epidermis هو اللي affected. Burn site اللي هو مكان الحرق بيكون red أحمر و painful و dry and with no blisters. Blister دي يعني كده اللي هي الـ small pocket كده of body fluid اللي هي تبقى بابل كده جواها سيرم او جواها بلازما او جواها بوس كده. يعني I think اغلبنا يعني كان عنده البابل دي. في الفيرست ديجري burn مش بيكون فيه ابدا البريسترز دي, لكن بتبقى موجودة فين بقى؟ في السكند ديجري اللي هي البارشل ثيكنس burns. دي بتانفولف الابيدرمز بارت جزء بس من الديرمز. البرن سايت اللي هو مكان الحرق بيبقى ريد احمر وبلسترد في بقى البابل دي و might be swollen يعني ورمة و painful بتوجع. These burns might need a skin graft to cover and protect the body while it heals and they may leave a scar. In case مش فاكرين يعني ايه skin graft, skin graft دي بنكون زي بن select كده حتة زي donor site area, يعني مكان كده بيكون ال skin فيه healthy وبناخد الحتة دي ون use it as a cover على الحتة اللي هي ال burned area بس يعني. تالت حاجة هنتكلم عليها بقى هو ال third degree أو ال full thickness burns. burn هنا بي destroy ال epiderms وال derms, عشان كده احنا بنسمي ال third degree دي full thickness burns. ال third degree burn أو ال fourth degree كمان they may damage the underlying fat, يعني ال fat اللي تحت كمان ممكن يأثروا عليه, and they may extend to muscles and tendons زي في حالة ال fifth degree توصل لل muscles وال tendons بتاعت ال muscles. ولو وصلت للبونز فدي الـ 6th degree بتاعتنا. البرن سايت هنا appears white or charred with no feeling in the area since the nerve endings are destroyed. charred دي يعني بتappear كده فيها black كده with no feeling طبعا عشان nerve endings as we said are destroyed. These burns always require skin grafts. unlike بقى السكند, السكند قلنا فيه we might need a skin graft, لكن هنا في الـ 3rd degree skin grafts are required, the must طبعا.
Most burn patients have infection-related complications due to impairment of the skin's barrier function after burns. عشان طبعا ال innate immune system بيكون affected, ف they may suffer بقى من complications زي infections وكده. These patients' defense against infectious complications is primarily the cellular elements of the immune system, اللي هو acquired immune system. The immune status of the patient is also altered following the severe burn injuries, further contributing to the risk of infections like pneumonia and sepsis. عشان طبعا ال immune status بتاعت ال patient دي بتكون altered بقى بعد ال severe burns دي, بعد ال third degree burns, ف this could lead بقى or contribute to the high risk of infections زي pneumonia وال sepsis. Pneumonia دي infection for one or both of the lungs بسبب بقى لو في microorganisms بقى وبسبب الانفكشن اللي حصل. والسبسس دي يعني it's a life threatening condition طبعا, وهي بسبب انه بيكون في harmful microorganisms في البلد وفي other tissues بقى, وممكن it could lead بقى ل malfunctioning of different of various organs, ممكن lead to shock or even death. ماشي, ال entire immune system is dynamically involved in the process of burn wound healing. Burn injuries are sterile at the time of the injury, but rapid blistering and necrosis of the injured tissue soon opens the wound up to pathogens and risks infection. In acute wounds, the inflammatory phase lasts for the first 5 to 7 days. However, severe burns may display chronic, persistent inflammation long after the initial tissue damage and may even result in multiple organ failure, mainly affecting the heart, the lungs, blood vessels, kidneys, due to systemic inflammatory response syndrome. During this inflammatory response, بيكون في fluid loss كتير جدا, فده ممكن يؤدي إن blood pressure decrease or shock. وكمان fluid might be trapped inside the body, في lead to edema. وإذن في shock أو في edema, يبقى the organs won't receive enough oxygen, مش هيجيلهم oxygen كفاية, and therefore they may suffer damage and even fail. في بقى reminder صغيرة كده إنه the skin is made up of several layers and it's the largest organ of the body. It has many important functions like acting as a mechanical barrier against infections. زي ما قلنا دلوقتي في the first line of defense بتاعت the innate immunity, إن the skin acts as a mechanical barrier against infections. The skin layers, عندنا أول حاجة the outermost layer of the skin اللي هي the epiderms, فهي it's a very thin layer. السلز اللي تعملها الكيراتينوسايتس عشان تعمل لي الكيراتين. They are arranged in malpighian layer, stratum malpighii, granular layer اللي هي الستراتم granulosum, clear layer, stratum lucidum, corny layer, stratum corneum, وعندنا الميلانوسايتس عشان تعمل لي production of pigment, Langerhans cells والميركل cells. الميدل layer بقى of the skin اللي هي الديرمز, دي طبعا contains all blood والlymphatics والhair follicles, collagen bundles, fibroblasts, sweat glands, and also it contains the nerves for conducting the stimuli. وآخر layer اللي هي ال hypoderms or the subcutaneous layer, it's the deepest layer, فيها networks كتيرة of collagen and fat cells. طبعا ده revision, احنا حبنا كل الكلام ده, ف we're just revising together. هنيجي بقى على objective 11 اللي هو identify the role of burn in causing septicemia. ايه هي السبتيسيميا؟ It's when the bacteria enters the bloodstream and causes blood poisoning which triggers the sepsis. ايه هو السبسيس؟ It's an overwhelming and life-threatening response to infection and that can lead to tissue damage and organ failure or even death. Sepsis ده a very serious condition. It potentially leads to malfunctioning للorgans أو يعني زي ما مكتوب organ failure, shock and even death. The intact skin with mucous membranes dual the first line of defense of the innate immunity, as we have just said, against the pathogens and infections. So, being lost in the cases of burn, this facilitates أو بتسهل على الميكروبس to invade and to spread inside the body. في part كده لطيف جدا, read only. أولا, the burn patients, they lose the first barrier to infection, اللي هو the skin. The burn patients is continuously exposed to inflammatory mediators as long as the wound remains open. طول ما الwound يعني open مفتوحة, the burn patient هيكون exposed للinflammatory mediators كتيرة. When there are extensive burns, the exposure to pathogens will persist for months. Therefore, all burns اللي بتكون أكتر من 15-20% of the total body surface area will have persistent systemic inflammatory response syndrome.
that persists or that continues for months after the wound is closed. Because of this hypermetabolic response, these patients have persistent tachycardia. The burn patients دول هيبعندهم tachycardia. Tachycardia is a condition that makes the heart beat more than 110 beats per minute. يعني القلب بيدق بسرعة abnormal جدا. Tachypnea, دي a condition that refers to abnormally rapid breathing. يعني البيشنت بيتنفس يعني بريت سريع جدا. Leukocytosis. Leukocytosis is a condition in which the white cell count or the leukocyte count is above the normal range in the blood. Leukocytosis, by the way, يعني هي it's a sign of inflammatory response, most commonly بسبب infection, and reset the normal temperature to around 38 degrees Celsius. In other words, at baseline burn patients always have the signs used to diagnose sepsis in the general population. The definition for sepsis in burns was defined as the following. Sepsis, يعني the presence of three or more of the following criteria. في criteria كده معينة دلوقتي هنقولها. لو ال criteria دي three or more منها كانت عند ال burn patient ده يبقى this is very enough to diagnose sepsis. أولا إن ال temperature تكون أكتر من 39 degrees Celsius or less than 36.5 degrees Celsius. يكون عنده progressive tachycardia. قلنا tachycardia يعني ال heart beat بسرعة جدا أكتر من 110 beats per minute. Progressive tachypnea يعني أكتر من 25 breaths per minute. ال patient بيتنفس بسرعة رهيبة جدا. Or minute ventilation يعني or MV ده ال volume of gas inhaled or exhaled from the patient's or from the person's lung per minute. يعني الكمية or the volume of the gas اللي ال patient بيتنفسها وبيخرجها per minute يعني كل دقيقة لازم تكون أكتر من 12 liter per minute. Thrombocytopenia. Thrombocytopenia دي a condition characterized by abnormally low levels of platelets. Platelets احنا عارفين ان ليها اسم اللي هو thrombocytes. Thrombocytopenia دي a condition of abnormally low levels of platelets in the blood. فبتكون العدد platelets اقل من 100,000 microliter. بس ده criteria دي does not apply until 3 days after burn. خامس criteria هي hyperglycemia in the absence of pre-existing diabetes mellitus. يعني أنا بلاقي hyperglycemia بس أصلا ما كانش فيه قبل كده diabetes mellitus. Okay, يعني in the absence of pre-existing diabetes mellitus. Untreated plasma glucose أكتر من 200 milligram per deciliter or intravenous insulin أكتر من 7 units per hour intravenous. يعني ال patient بيكون عنده significant resistance to insulin. Thus بيكون ال insulin requirement في الجسم أكتر من 25% increase وده over 24 hours. ال criteria اللي بعديها إنه inability to continue enteral feedings for أكتر من 24 hours. Enteral feedings يعني إنه الأكل يعني يدخل في الجسم through the GIT, the gastrointestinal tract. وآخر حاجة آخر كريتيريا هي الابدومينال ديستنشن. ابدومينال ديستنشن يعني يعني لما يكون الابدومين فيها accumulated gas أو fluid فبتسبب لي إنها يحصل لها expansion يعني هي بالعربي يعني انتفاخ. أوكي, والانترال feeding intolerance 2 times feeding rate, وفي uncontrollable diarrhea أكتر من 2500 milliliter per day. In addition, it's required that a documented infection is identified, defined as culture-positive infection, pathologic tissue source identified, and clinical response to antimicrobial. Objective 12, اللي هو describe how the skin regenerates after damage by the first and the second burn degrees. زي skin بيعمل regeneration بعد ال damage تال first and second burn degrees. Many organs or tissues contain small populations of undifferentiated stem cells. Stem cells D, or undifferentiated cells, they are cells that could divide, ممكن تنقسم علشان تعمل لي cells تانية that could then become بقى differentiated, become more specialized. In the first degree burn, the tissue renewal takes few days, بس أيام بسيطة. In the second degree burn, the tissue renewal takes 3 to 4 weeks. الستبس بتاعت الريجنريشن احنا قلنا اتكلمنا عنها فوق في objective 3 in more details. يعني several factors, في factors كتيرة بتأثر على skin healing after burn injuries.
زي الكوزز أسباب الجرح ده إيه، أسباب الحريق ده إيه، الديجري هي first ولا second ولا third، size of the burn حجم البرن ده وهو يعني expensive ولا لأ، the patient's general condition حالة البيشنت العامة، the types of graft or the materials for covering the burn wounds، نوع الجرافت أو الماتيريال اللي أنا بغطي بيها الجرح. Depending on the burn severity, the healing process may result in different consequences. Superficial burns, اللي هم ال first degree burns, recover within 2 weeks and cause minimal scarring. The re-epithelization of the partial thickness burns, اللي هم ال second degree, is ensured by the migration of the keratinocyte from the skin dermal appendages. Skin dermal appendages, the skin serve skin associated structures كده اللي بيكون فيها الفونكشن بتاعتها السنسيشن والcontractility والheat loss، وبيكون فيها الhair والglands والsweat glands والsebaceous glands وكده. Within a few hours of the injury, in deeper burns the healing starts around the edges. The healing بيبدأ من حوالين من الطروف كده من الحواف، but not at the center because of the necessity of the rapid wound closure. Objective 13 is to list most common microorganisms and causes of septicemia in burn. As we all know طبعا bacteria rapidly colonize the open skin wounds after burn injury. على طول البكتيريا بتcolonize الجرح بعد إصابة الحريق يعني. Microorganisms colonizing the burn wounds originate from the patient's skin, gastrointestinal flora and respiratory flora. Microorganisms may be transferred to the patient's skin surface via contact with contaminated external environmental surfaces. Microorganisms ممكن تتنقل للpatient's skin surface، لسطح الجلد بتاع الpatient، عن طريق الcontact يعني الاحتكاك بexternal surfaces ملوثة، water مية ملوثة برضو، vomits يعني أدوات معدية يعني tools معدية، air ملوث، and the soiled hands of healthcare workers يعني ال dirty hands بتاعت ال healthcare workers. During the first week في أول أسبوع في gram positive bacteria اللي هي الستافيلوكوكس streptococcus enterococci from the patient's skin flora or the external environment predominantly colonize the burn wound. بعد ال first week بعد أول أسبوع بيكون عندنا endogenous gram negative bacteria زي السيدومونس أريجينوزا. I'm not sure طبعا من ال pronunciation بتاعهم بس يعني نحاول. Acinetobacter enterobacteriaceae اللي هي منها الاشريشيا كولاي والكلابسيلا والانتيروباكتر والسيريشيا والبروتيس from the patient's gastrointestinal flora يعني during the first week بيكون البكتيريا دي من ال skin flora or the external environment. After the second week بتكون mainly من ال gastrointestinal flora. Also rapidly colonize the burn wound surface in the first few days after injury. Yeah, precisely يعني after the first week. On prolonged hospital stay, يعني لو قعدنا في المستشفى بقى كتير، لو البيشنت قاعد في المستشفى كتير، microorganisms transmitted from the hospital environment من البيئة بتاعت المستشفى tend to be more resistant to antimicrobial agents، تبقى أصلا أخطر علشان تبقى more resistant لل antimicrobial agents than those اللي هما originating from the patient's normal flora عادي. Some of the hospital acquired infection بقى انه هنقول منهم 5 كده examples اللي هم urinary tract infections by the Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas and Proteus, surgical wound infection by the Staphylococci, anaerobes gram-negative bacilli, lower respiratory tract infection, especially pneumonia, commonly caused by the Staph aureus and the gram-negative bacilli, bacteremia or the septicemia by the bacteriodes, and Staph aureus, Molseratia, etc. Gastrointestinal infection, pseudomembranous colitis by the Clostridium difficile. آخر حاجة ال wound colonization by the yeast and fungi usually occurs late due to the use of broad spectrum antibiotic therapy. Objective 14 اللي هو explain the anatomy of the elbow joint، و objective 15 اللي هو the anatomy of the arm muscles, nerves and vessels. دول هنرجع فيهم للlectures اللي أخدناها، هما هناك they are explained طبعا perfectly وإحنا كده كده أخدناهم يعني، فبس we're going to revise عليهم. دكار آخر objective بقى اللي هو objective 16 point out the glycogen storage disease. هو برضو it's explained بطريقة مفصلة أكتر في Lappincott illustrated reviews by chemistry 5th edition،
page 129 وpage 130 figure 11.8 وكمان page 134. بس هنقول عليها حاجة سريعة كده عشان نفتكر مع بعض. The glycogen storage diseases are a group of genetic diseases caused by defects in the enzymes required for glycogen degradation or more rarely glycogen synthesis. هي أمراض وراثية بسبب إن في خلل في الإنزيمز اللي either بتكسر لي or بتdegrade الglycogen or the enzymes اللي بتعمل لي synthesize للglycogen. بس طبعا دي more rare يعني. GSDD, glycogen storage disease, the result in formation of glycogen that has an abnormal structure or in the accumulation of excessive amounts of normal glycogen in specific tissues as a result of impaired degradation. That be result في إما الglycogen formed عندي formed by abnormal structure أو إن في نور الجلايكوجين عندي accumulated وبقى excessive بقى amounts كتيرة جدا في tissues معينة بسبب إنه مش عارف يحصل له degradation صح. A particular enzyme may be defective in a single tissue زي مثلا في الليفر resulting in hypoglycemia. طبعا hypoglycemia لأني ولع يا إما مش عارفة أكسر الجلايكوجين اللي عندي يا إما مش عارفة أصنع جلايكوجين فطبعا results in hypoglycemia أو في المسل causing muscle weakness or defect الانزيم defect ده ممكن يكون generalized affecting a variety of tissues زي الهارت والكيدنيز. The severity خطورة الglycogen storage disease range من either fatal مميتة في الانفنسي اللي هما الصغيرين to mild disorders that are not life threatening. كده احنا خلصنا الحمد لله الobjectives كلها. I hope تكونوا استفدتوا حاجة او اكون انا عرفت اساعدكم شوية. I'm really sorry لو في حاجة I missed أو في part ما شرحتوش بطريقة كويسة. Thank you so much. Thank you for listening. Good luck إن شاء الله كلكم. Bye.